اليوم عندنا وصفة غير سارة، كيف نجفف أول شيء اللحم أو كيف نسوي القفر؟ كيف نسوي القفر؟ أول شيء في خطوات لازم نتبعها. أول شيء نختار اللحم الصح، يعني من الحيوان مثلا غنم، بقر، إبل، غزال كمان. حلو. زمان كانوا يختارون هذا اللحم. كمان إيش نسوي؟ لازم اللحمة تنقص، نختار اللحمة الصح. اللحمة اللي ما تكون مدهنة ولا اللي فيها دهون عادي؟ طبعا فينا نشيل الدهون بس مو كلها، يعني أنا اخترت هنا الأضلاع. نعم. حلو. حلو، أحلى قطع صراحة. طيب، وفي هنا شايف البقر هذا عادة سارة، يعني احنا بالنسبة للحم المجفف أو المقدد ما يكون في عظم، لكن هذه أنا قليل لا ما فيها مشكلة. ممكن. الحين بنوريكم. مثلا اخترنا، أنا اخترت هذه الأضلاع. حلو. طيب، هذا هو أهم شيء، التتبيل. بعد ما نختار اللحمة نتبل بالملح، بالمرح بس. طيب، هنا الصحن هنا، يلا وندخل ندخل الملح في اللحم. وممكن نقطع الشحم او اللحم نشرحه عشان نتاكد انه الملح يتشرب دخل. ايوه بالضبط، يعني لازم الملح يدخل، نتاكد انه دخل. نعم. جوا، وبعده نحطه في الصفايه. ما اعرف وين ودوا الصفايه هذه. اهم شيء الملح يكون كمية خشن. كبيره شوي. ها؟ الملح كميه والله. اي لازم يكون اكثر، لأن هو الملح الناعم. أي شيء كله نفس الشيء. حلو. بس لازم أهم شيء يدخل الملح في اللحم. ليش؟ لأنه بيشرب كل السوائل. حلو. فلما نحطه هنا بعد ما ندخله، نحطه في الصفاية ونتركه تقريبا 3 ساعات أو 4 ساعات إلى ما تنزل. ونرجع نضيف ملح ولا بس نخليه كذا؟ لا يكفي الملح اللي حطيته الحين كله، يكفي لأنه بينزل لي السوائل كلها. ممتاز. بعد كذا بياخذونا، ممكن تورونا الصورة، بياخذون اللحم ويعلقونه على الحبل. حلو. على الحبل، ويقعد لمدة أسبوعين أو أكثر من أسبوعين. بس خلال هذه الأسبوعين كيف يكون؟ هل أنه مثلا يغطونه بشيء يروحون ويجون عليه؟ لا، بعد ما نصفيه ونزلت كل السوائل ناخذ اللحم ونعلقه على الحبال. نعم. ونخليه أسبوعين أو أكثر. طب هل له جو معين، مثلا شتاء صيف ولا عادي أي وقت؟ هو يفضل أن يكون الجو ما فيه رطوبة. يعني حار وفي هواء حار. هو حار يساعد في حسيتك تبغى تسأل. قول. لا، هو بالنسبة يعني يمكن احنا نخبر المشاهدين انه زمان ما كان في ثلاجات، ما كان في امور التخزين، لذلك انه يلجؤون لهذه الطريقة. والملح كفيل انه يحمي اللحم من اي حشرات، من اي شيء. طبعا اكيد ما الحشرات ما تقرب منه. نعم. لما يكون في ملح كثير. طبعا بعد اسبوعين بيصير اللحم بهذه الطريقة. عندي أنا مسويتها هنا في البيت، بيكون بهذه الطريقة. طبعا هذا مبلح، وقبل إحنا زمان كانوا يخلون اللحم جاف بس ما يأكلونه على طول بعد ما يأكلونه. نعم. لازم ينقعونه في موية، يشيلون الملح منه يرجعوا يطبخونه. اي بالضبط، ويصير بهذه الطريقة. شايفين كيف صار؟ كأنه مطبوخ. ويرجعون يسلقونه أو شيء، يعني يرجعون يطبخونه. نطبخ زي ذا الحين، نبدأ نطبخ طبخ عادي. يعني طبخ عادي. نعم. حط زيت بس. زيت. بس هو أهم شيء إنه نشيل الملح عندنا قبل عملية الطبخ من خلال تنقيع بالماء. أيوة. هذه تنقيع بالماء يشيل الملح. أيوة كله. أيوة. ويصير بهذه الطريقة. طبعا هنا راح نحط زيت، راح نطبخ لكم اليوم مرقوق باللحم الجديد. ممتاز. هو صراحة أنا كنت أسمع عماتي دائما يقولون إنه القفر أحسن شيء على المرقوق أو الأكلات الشعبية هذه، عشان كذا خلينا العظام فيه. ايش تحطون انتم بهارات في العاده على ال؟ والله البهارات السبعه. اي نحط البهارات الصحيحه، بصل. انا بالنسبه لي انا بحط البهارات واقليها. اقليها. أوكي. اقليها اول عشان تطلع ريحه حلوه. حط شويه كزبره. ايوه. ونحط شويه كمون. حلو. طيب. صراحه المرقوق له طريقه بعد سهله. أيوة. تحطين كل شيء مره واحده. هذه. ايوه.
ايش يا هدى؟ المرقوق له طريقه سهله، اقول لك تحطين كل شيء مره واحده. أيوة. وبدون ما تكشنين. وهذا اللحم اللي نقعناه طبعا جففناه اول. الحين صارت الطرق في التجفيف مره سهله، يعني ممكن تستخدمين حتى تستخدمين الفرن. فنحطه في الفرن على درجه حراره مره واطيه نفس الطريقه، يعني ملح وكذا بالضبط. ايوه، بعد نملح ونصفي المويه منه. نعم نعم. بعدين نحطه في الفرن تحت ورق زبده. الحين في الوقت الحالي يعني، ويقعد لمده 5 أو 6 ساعات في الفرن على درجه حراره مره واطيه ويصير مجفف. حلو مجفف. طبعا شايف اللحم حتى ريحته حلوه ما في. ايوه لا صراحة حبيت الفكرة. واللحم يعني الجديد غالي الحين صار، يعني زمان كان السعودية ما أدري كيف، لا حتى هنا في كل مكان، يعني حتى في المطاعم إذا أنت بتطلبين سعره ايه؟ مش رخيص. يعني هنا هذا الإيطالي البروزولي، البروزولي الإيطالي برضه هو مجفف. الإيطاليين شاطرين ما شاء الله في ايه، عندهم كثير من الأطعمة المجففة أصلا. ايه؟ أنا أحس أنه هم كثير يحتفظون بالأشياء، يعني سواء عندهم التخزين. طبعا الحين صاروا، خلينا نحط هنا مويه كمان، صاروا يحطون من هذه، ممكن اخذ عشان ابغى اسلق الخضار يعني نستغل الوقت. نستغل الوقت. طيب وش تحطون بعد اللحمه؟ والله شوفي انا بالنسبه لي احط اللحم واحط الطماطم المطحون والصلصه والبصل. طيب الحين انا بعد خليهم يستوون مع بعض. البصل، اللحمه الحين خلاص يعني تقريبا اخذت البهارات، فراح نحط البصل. حلو. وبعدها نحط، ممكن نستغني عن صلصة الطماطم، ممكن نحط بس والله يعني تعطي صراحة لون حلو، بس بكيفك. اي بس احنا ما نتدخل معك، احنا ما نتدخل في الوصفات. بس كويس انكم اخترتوا المرقوق، انا جايبه مرقوق قلت الله يستر لا يقولون كبسه بس. ما ادري، لا انا احب صراحه يعني المرقوق اول شيء، يعني حلوه الوصفه وما قد يمكن سويناها. وعلى اللحم هذا بالذات احس انه احلى. اهل نجد يختارون في الجديد دائما المرقوق، المرقوق والاشياء. اهل الجنوب يختارون الكبسه. ايوه يمكن، ما ادري اذا رحت زرت ابها بعدين يا هاني ممكن تطلبها في الحاره مثلا. باذن الله. طيب سارة احنا راح نرجع لك. طيب نشوف باقي الوصفات اليوم، راح يكون في مرقوق مرقوق باللحم الجديد بس. ممتاز. في ملاحظات أخيرة بدك تخبرينا فيها؟ والله أنا أشوف أنهم زمان، الحين ما صاروا الناس يسوون الجديد، مو عشان بس أنه غالي، لأنه صعب في الحفظ، يعني ياخذ وقت أسبوعين تقريبا أو أكثر إلى ما يتجفف بعدين يتجهز. فالناس يبغى له أحد يعني يستثقلون الفاضي أو أحد يعني يحب أصلا هذه فعلا. الأشياء عنده مزاج بالموضوع. بس انا علمتكم الحين كيف الطريقه، كيف تحطوا الفرن. خلاص الطريقه حبيت الطريقه ان شاء الله بنجربها.